تعودنا مشاهدينا الكرام خلال برنامج جمن ترند أن نعطي مساحة كبيرة وواسعة للمواهب والمبدعين الذين ينشرون إبداعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع هذا الإبداع رواد مواقع التواصل. الإلقاء هو فن وموهبة جميلة، وخاصة حين يكون الملقي طفل ويبرز على هذه المواقع مشاهدينا الكرام بفصاحته ولباقته. نتابع مشاهدينا الكرام هذه الموهبة لطفل في مجال الشعر. هذه القصيدة للشاعر يحيى الحمادي، وأقتصف لكم منها هذه الأبيات الآتية: كآخر من يليق به الضياع، ودع من يليق بها الوداع، وأحزم كل أمتعتي ومالي سوى تعبي حزام أو متاع، وأنتظر الرياح بشوق نايل إلى النفس الأخير به اندفاع، وأطبع قبلتين على تراب تشبث بي وقد خفق الشراع، يقيني في البلاد يزيد يوما فيوما لا بما نزفت يراع، وأعلم أن هذا الشعب حي وأن نهاية القدح اندلاع، وأن لكل من ظلموا حسابا يباغت كالقضاء ولا يراع، ويأخذ حقه أخذا وبيلا وليس في شعره صاع وصاع. إذا ما البحر ثار فليس ينجي من الغرق الشراع ولا الدراع. أداء محبكم أوس عبد الرقيب.